أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد وحديث جديد. هذا ليس فيديو تقني، هذا ليس حديث تقني، هذا فقط حديث بالمسألة يعني التفكير ومسألة العمل، العمل الذي نقوم به كل يوم بغض النظر ما هو هذا العمل. إن شاء الله يكون دائما عملنا عمل مفيد فيه فائدة لنا ولغيرنا أيضا، وفائدة أيضا على المدى القصير وفائدة أيضا على المدى البعيد. فعلى أي حال، فما هو الشيء الذي أريد التحدث به اليوم؟ أريد التحدث به موضوعين أو فكرتين. الأولى هي العمل بعيدا عن المدح والذم، والفكرة الثانية هي العمل من أجل البناء. وأنا كثيرا تحدثت عن فكرة العمل من أجل البناء، و لنبدأ أريد فورا الدخول بالموضوع والبدء بالموضوع وتوضيح النقاط بشكل سريع جدا، أتمنى أن لا أطيل. فبالنسبة للموضوع الأول، العمل بعيدا عن المدح والذم، وجاءتني هذه الفكرة فعليا لأنني قمت، كما تعرفون، أنا قمت بمنع التعليقات على الفيديوهات. بعض الأشخاص سألني هل تم فعليا يعني هل أجبرتي على يعني مثلا على إغلاق التعليقات، أم أنت أغلقت التعليقات، ولماذا أغلقت التعليقات؟ فأود توضيح ذلك. أنا أغلقت التعليقات بنفسي على الفيديوهات، لكن لم أغلقها على المنشورات. يعني يمكنكم التعليق، مشاركة الآراء بالمنشورات بالأسئلة، لكن على الأغلب لن يمكنكم التعليق على الفيديوهات، لأن الفيديوهات ستكون مغلقة التعليقات. وهذا الشيء أنا قمت به بنفسي، قمت بإغلاق التعليقات بنفسي، لم يتم هنا، لم أجبر على ذلك. اليوتيوب مثلا لم يغلق التعليقات، لم يحدث أي شيء من هذا، أنا أغلقتها بنفسي. والسبب هو فعليا التالي، أنني وجدت تعليقات، مع احترامي يعني احترام الكبير للجميع ولكل المتابعين الكرام، وكل شخص يتعلم مني ويشاهد هذه الفيديوهات ويستمع إلي، أغلب التعليقات وجدتها غير مفيدة بالنسبة لي. ويعني نادرا أن يأتي تعليق مفيد، نادرا أن يأتي تعليق له فائدة. وأعتقد هذا شيء طبيعي على اليوتيوب، يعني ليس هو خاص بقناتي فقط، كل القنوات يعني تقرأ التعليقات ليس لها علاقة بالموضوع، لكن أغلب الفيديوهات تريد الناس أن تعلق وأن يتحدثوا مع بعضهم، أو ربما يتحدثوا خارج الموضوع، لأن بكل بساطة كل الأهداف دائما الأهداف تجارية، أن أريد مشاهدات أكثر، أريد أن يتفاعل الناس مع الفيديو ويشارك الفيديو، مثل هذه الأمور. بالنسبة لي هذه الأمور لا تهمني أبدا، ووجدت أن التعليقات على الفيديو دائما تكون يعني غير مفيدة وغير بناءة بالفيديو. طبعا مع احترامي لكل التعليقات، يعني مثلا بعض التعليقات تأتي أن مثلا يكون الفيديو عن موضوع، التعليق يكون عن موضوع آخر. لماذا لا تقومين بكذا؟ لماذا لا تسجلين فيديو حول كذا؟ لماذا لا تشرحين عن كذا؟ هذا نوع من التعليقات، هو أن يكون خارج الموضوع. أما تعليق آخر مثلا يكون مثلا هذا فيديو طويل، أو فيديو ممل، أو فيديو يوجد فيه، كان الأفضل أن تقومين بكذا، كان الأفضل أن لا تشرحي كذا، أو لا تكتبي عنها، لا تتحدثي عن هذه النقطة. أنا ليس لدي وقت أن أشاهد الفيديو طويل مثلا، هذا نوع آخر من التعليقات. ونوع آخر من التعليقات، وهو نوع مفيد، يعني نوع جميل جدا، وفيه دافع وفيه مدح، يكتب الشخص مثلا شكرا، الفيديو مفيد، استفدت. يعني جاءتني كثير مثل هذه التعليقات، وأشكر أصحابها فعليا. وأنا سعيدة أن الفيديو كان مفيد، مثلا أي فيديو كان مفيد والشخص يشكرني ويمدحني، يقول أنه استفاد وتعلم مني، يعني هذا شيء جميل جدا. فبشكل عام وجدت أن يعني مرة أخرى، مع احترامي للجميع، أنا لا أتذمر أنني حصلت على المدح أو حصلت على شكر. أشكركم، أنا أشكركم لأنكم شكرتموني، يعني وأشكركم لأنكم شاهدتم هذه الفيديوهات وتعلمتم مني وأتحتم لي الفرصة أن أقدم شيء مفيد وأنتم قمتم بأخذه، فأنا أشكركم على ذلك. لكن الفكرة أن وجدت أن التعليقات بشكل عام مصدر للتشويش على عملي فعليا، لأن الإنسان يعني يقرأ التعليقات و
يعني أحيانا يتأثر بها، كانت سلبية أو كانت إيجابية، وأنا لا أريد ذلك. أنا أريد فقط القيام بالعمل الذي أنا أقوم به، أريد القيام فقط بالأهداف التي موجودة التي وضعتها لنفسي، ليس الأهداف التي وضعها فلان لي أو يتوقعها فلان مني. أنا أريد فعليا إنشاء إنتاج أو تحقيق الأهداف التي أنا فعلا وضعتها لنفسي، بعيدا عن المدح أو الذم. فأنا أريد أن أعمل لأجل العمل، أريد أن أسجل هذا الفيديو لأنني فعلا أريد تسجيل هذا الفيديو، لا أريد تسجيل هذا الفيديو لأن فلان مثلا سيقول لي شكرا أو فلان أو فلان سيقول لي غير مفيد. فكل إنسان بالنهاية يقدم ما لديه، ربما يستفيد البعض ربما لا يستفيد البعض الآخر، لكن بشكل عام العمل هو المهم. فبالنسبة لي وبالنسبة للشيء الذي وضعته لنفسي هو أن العمل لأجل العمل، فتسجيل الفيديو لأجل تسجيل الفيديو، بغض النظر ما هو العمل، إن كنت تبرمج، إن كنت نجار، إن كنت حداد، ما هي، كنت طبيب، كنت مهندس، العمل لأجل العمل، ليس العمل لأجل المدح، ليس العمل لأجل الذم، ليس العمل لأجل أي شيء، فهذا هو الأساس. فعندما الإنسان يكون يعمل من أجل العمل يكون حر بحد ذاته، أما عندما يعمل من أجل الأشياء الأخرى فيكون الإنسان ليس حر، للأسف يكون عبد لهذه الأمور. وبالتالي أنا لا أريد أن أكون معلقة بهذه الأمور، لا أريد أن أكون مقيدة بهذه الأمور. فأغلبت التعليقات يعني لهذا السبب، أن وجدت تعليقات غير مفيدة بالنسبة لي. فمن يريد فعليا أن يقول لي شيء مهم يمكنه أن يراسلني عبر الإيميل أو يمكنه التعليق عبر المنشورات، فلا داعي أن يعلق ويقول لي اشرحي عن كذا وافعلي عن كذا. وأيضا هذه التعليقات ليست بالنسبة لي، بالنسبة للآخرين ليست مفيدة، لأن من يدخل على هذا الفيديو يريد مثلا لنفترض الفيديو عن ووردبريس سيجد فيديو عن نيك جي اس، فما الفائدة؟ ففعليا نحتاج، نحن يعني نحتاج أعتقد مدة يعني سنين طويلة حتى نتعلم آداب النقاش وآداب الحديث وأن نتحدث في الموضوع نفسه. وعندما نستطيع أن نستمع ونستطيع أن نعلق على ما سمعناه فعليا، فهنا يمكننا إثراء الموضوع. أما عندما نحن نستمع أو لا نستمع أصلا ونكتب تعليقات، فالتعليقات بشكل عام لا تكون مفيدة، ليس بالنسبة لي فقط، بالنسبة للآخرين من يشاهد الفيديو. فاعتبرت أن هذا الفيديو تعليمي، كل الفيديوهات طبعا موجودة في قناتي تعليمية غير الفيديوهات اللي تتعلق بالأحاديث مثل هذا الحديث، لكن بشكل عام لا نتحدث مثلا نحن عن قصص الفن، ولا نتحدث عن قصص المشاهير مثلا، لا نتحدث عن أي شيء، يعني مع احترامنا لكل المواضيع وكل المواضيع التي يحبها الناس، لا نتحدث عن أي شيء سوى شيء تقني بامتياز أو مثل هذه الأحاديث التي أتحدث بها الآن. فبكل بساطة يعني الفكرة الأساسية أن لابد أن الإنسان يعني يستمع لهذه الفيديوهات، يتعلم منها، على الأغلب لا يجب أن يكون له تعليق إلا إذا كان له سؤال فيما يخص الموضوع. وكما قلت سابقا أن التعليقات لا يوجد أسئلة على المواضيع، لا يوجد يعني الأسئلة نادرة حول المواضيع وتعليقات ليس لها معنى. فلا أريد يعني تشويش ذهني ولا أريد أن أقرأ مثل هذه الأمور التي ليس لها معنى، وهذه هي قناتي يمكنني التحكم بذلك، فهذا شيء جدا. فأغلق التعليقات على أغلب الفيديوهات، يمكنكم التعليق في المنشورات، أما بالنسبة للفيديوهات فلا داعي للتعليق، هذا فيديو تعليمي، ما الشيء الذي تريد أن تعلق عليه؟ تريد أن تقول أنه غير مفيد مثلا؟ هنالك فيديوهات مفيدة على قنوات أخرى، اذهب وشاهدها، فلا داعي أن تخبرني أن الفيديو غير مفيد بالنسبة لك. مثلا وجدت أن الفيديو مثلا مفيد، هذا شيء جدا، لا أريد أن أعرف أنه مفيد، أنك مجرد أنك تعلمت وشاركت المعرفة مع الآخرين وصلني حقي بالشكر، لا أريد أن أسمع هذه الكلمات، فقط أريد أن أركز على العمل، على الاستمرارية، وهذا هو فقط. أما التعليق فأريد الابتعاد عن ذلك نهائيا. ومرة أخرى يمكن أن تعلق في المنشورات إذا أردت أن تخبرني بشيء له معنى أو شيء مفيد بنظرك وله علاقة بالموضوع، يمكنك أن تقوله بالمنشورات. فإذا هذا هو بخصوص الموضوع الأول، الفكرة الأولى، العمل بعيدا عن المدح وبعيدا عن الذم، وفقط العمل لأجل العمل. الموضوع الثاني هو العمل لأجل البناء، وهذه الفكرة جاءتني الحقيقة أو فكرت بها البارحة. فالفكرة أن فعليا
الحياة أخذتنا فعليا، الحياة أخذتنا، المظاهر أخذتنا، الأشياء الشكلية أخذتنا بعيدا عن جوهر الأمور. فبكل شيء، يعني بكل شيء تنظر حولك تجد نفس كل شيء، هذه المظاهر، هذه الشكليات، بكل شيء، حتى بالتقنية. وحتى كما أعتقد بالحديث السابق تحدثت عن أن الناس تهتم بأن تنشئ مواقع مثلا شكلها جميل، وبالنهاية هذا شيء أساسي. والشكل الجميل يساوي ماذا؟ يساوي المال، لأن بالنهاية إذا الشكل جميل ولفت شكل لفت نظر الزائر، فيمكن أن يدفع في موقعك ويمكن أن يزور موقعك، وبالتالي الشكل أصبح يساوي المال، وجوهر الأمور كله يعني تم فقده فعليا، إن كان في المواقع أو في غير المواقع. لكن أعتقد أن لابد أن أحد يأتي ويرفع صوته، كما الآن أنا أرفع صوتي، وأن يقول أن لا، نحن نريد أن نعمل لأجل البناء، ليس لأجل المظاهر، ليس لأجل الشكليات، نريد أن نعمل، نريد أن نبني بشكل حقيقي، نريد أن نرى الأمور بشكل حقيقي. فمثلا لو نأتي لموضوع التقنية، مثلا نريد أن نبني التقنية لها معنى، نريد أن نفهم أساسيات التقنية، نريد أن نفهم كيف يمكننا أن ننشئ التقنية. فالهدف لا يجب أن يكون أن مجرد أنني أريد أن أصبح مبرمج، مثلا على سبيل المثال موضوع البرمجة، أريد أن أصبح مبرمج حتى مثلا أذهب يعني يكون لدي وظيفة في الشركة الفلانية ويكون لي راتب عالي مثلا، وأن أقوم بمثلا بماذا؟ بتكرار الأمور كل يوم، برمجة الأمور نفسها كل يوم، وخدمة أهداف هذه الشركة التي عادة ما تكون أهداف تجارية. مرة أخرى أنا لا أنتقد ذلك وأقول هذا شيء سيء، لأن بعض الأشخاص يقولوا نريد أن نعيش، نريد أن نجيب المال، نريد أن نعيش، نريد أن نأكل. فماذا تقولين؟ هذا شيء جدا، يمكنك أن تأكل، يمكنك أن تعيش، يمكنك أن تجلب المال، لكن بالإضافة لذلك يجب أن لا تفقد ذاتك، لا يجب أن لا تفقد هدفك، يجب أن لا تفقد رؤيتك، يجب أن لا تفقد هدفك الأساسي في البناء. فبكل شيء الإنسان هدفه البناء، هدفه التعمير، هذه هي الغاية من وجوده، هو البناء والتعمير. وإذا لم يكن لديك أي جزء منك يعمر أو يبني شيء معين مفيد في هذه الكرة الأرضية، فهذا يعني أنك لم تحقق هدف من أهداف وجودك. فالفكرة بموضوع التقنية تحديدا، نحن هدفنا الأساسي لا يجب أن يكون هدفنا الأساسي أنني فقط أقوم بالذهاب والحصول على الوظيفة وأحصل على المال وانتهينا. هدفك الأساسي يجب أن يكون بناء عقلك، بناء عقلك حتى تستطيع فهم الأمور، حتى تستطيع أن تبني تقنية لها بنية تحتية. ماذا نقصد تقنية بنية تحتية؟ يعني أن بشكل بسيط جدا، مثلا انظروا للصين، مثلا انظروا لروسيا. روسيا لها مثلا، في أمريكا لدينا الجوجل، لسنا نحن يعني بأمريكا لديهم الجوجل، نحن كلنا نستخدم الجوجل وهو منتج أمريكي، والجوجل هو محرك البحث. مثلا اذهبوا لروسيا ستجدون محرك البحث يندكس الخاص بهم، هم قاموا ببرمجته، هم قاموا بإنشاء خدمة إيميل خاصة بهم. اذهبوا للصين تجدون ما تجدون من البرمجيات والأنظمة الخاصة بهم، فقط لديهم بنية تحتية لهذه الأمور. طبعا هذا العمل الخاص بالبنية التحتية خاص بمجموع، يعني بتعاون كل الجهات، تعاون الفرد الذي يستطيع البناء، وتعاون الحكومات التي يمكنها أن توظف أو أن يعني دعونا نقول توجه الجهود الفردية لإنشاء هذه البنية التحتية التي تخدم الوطن، تخدم الوطن الصيني أو الوطن الروسي أو البلاد الخاصة بها. فبالنسبة لنا نحن، ربما الحكومات لن تدعمنا لإنشاء مثل هذه البنى التحتية، لكن نحن يمكن أن نبني أنفسنا بكل بساطة. يعني أنا فعليا، أنا كشخص الآن موجود، لا يمكنني أن أبني جوجل جديد حقيقة، ليس لدي القدرة بهذا، لأن مرة أخرى إذا أردت أن أبني جوجل جديد يجب أن يكون معي أكثر من شخص، يجب أن يكون لدي خبرة أعلى من الخبرة الموجودة لدي، والكثير من الأشياء التي لا أملكها حاليا، وأنت كذلك طبعا. طيب ماذا يمكن أن أفعل؟ هل يمكن أن أجلس وأقول فقط أنا أريد المال حتى أشرب الماء اليوم، ولا يهمني ماذا يحدث في هذا العالم؟ إذا قلت كذلك، هذا رأيك، هذا قرارك، أنت حر بذلك، لكن أنا أتمنى أن يكون قرارك مختلف، أن تقول ماذا يمكن، كيف يمكنني أن أبني نفسي،
كيف يمكنني أن أفكر؟ كيف يمكنني أن أرفع من تفكيري؟ كيف يمكنني أن أجد طرق أخرى لبناء الأمور؟ كيف يمكنني أن أقوم بإنشاء الأمور بنفسي، مثلا باستخدام أشياء مفتوحة المصدر، تقنيات مفتوحة المصدر، دون الحاجة مثلا لأخذ أشياء، استخدام أشياء مدفوعة أو لها حقوق فكرية. فكيف ذلك؟ مثلا بدلا مثلا أن أقوم، لدينا سلسلة في القناة حول لينوكس، وأنا فعليا أنا أحب استخدام لينوكس، وأنا أستخدمه دائما، وأريد تسجيل فيديوهات أخرى حول لينوكس، لكن للأسف كما أخذتكم الحياة أخذتني الحياة، وابتعدت قليلا عن هذا الموضوع، ودخلت ببرمجيات أخرى أسجل عنها فيديوهات وأيضا أعمال أخرى. وحقيقة يعني أنا أنتظر الفرصة المناسبة حتى أعود للتدريس عن إنشاء فيديوهات حول لينوكس، وأيضا تعلم المزيد حول لينوكس. العلم لا ينتهي، فمهما كنت أنت تعرف عليك دائما أن تتقدم، عليك أن تعرف أكثر. ففكرة لينوكس، لماذا جلبت موضوع لينوكس؟ لأن لينوكس كما نعرف أنه مفتوح المصدر، حر، free soft operating system، فيمكن أن نبني عليه نظامنا الخاص. فالفكرة الآن بلينوكس ليس فكرة أنك تستخدم لينوكس كما تستخدم ويندوز مثلا وانتهينا. الفكرة أنك تستخدم لينوكس، تفهمه أكثر، تطور نظامك الخاص. الكثير من العرب طوروا أنظمتهم الخاصة، لكن ربما ليست هي مشهورة كالأنظمة الأخرى. لكن ليس علينا أن يعني أن نستسلم، ليس علينا أن نستسلم، علينا أن نحاول حتى اللحظة الأخيرة، نحاول 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 نحاول، وأن يكون الهدف أمامنا. فعندما يكون الهدف أمامك ستسير نحو الهدف. مثلا إذا قلت لك اذهب إلى روما مثلا على قدميك، وأنت تمشي ستمشي، وكلما تقع ستتعب أحيانا، سترتاح قليلا على الطريق، لكنك ستعرف أن وجهتك روما، وعليك أن تذهب إلى روما في النهاية، فستبقى تمشي نحو روما. نفس الفكرة، إذا كان هدفك الرئيسي هو بناء ذاتك، بناء نفسك، بناء الارتقاء بفكرك، إذا كان هذا هدفك الارتقاء بفكرك، فأنت فعليا سترتقي بفكرك. ربما ستفشل، نعم أكيد، لا مشكلة. ربما ستقع، لا مشكلة. ثم ستتعب، لا مشكلة. الفكرة أنك تستمر، ولا تأخذ الأمور بشكل جدي، فقط خذ الأمور، فقط أنا أعمل، أنا أحاول، أحاول ما أحاول وأسير. هدف الرئيسي هو البناء، إذا استطعت ربما أصل لمكان ما، إذا لم أستطع لن أصل لمكان ما، ولا مشكلة، لا مشكلة. المحاولات هي الأهم فعليا، أن نحاول، أن نفكر. الهزيمة ليست متعلقة أنك فشلت، الهزيمة متعلقة أنك لا تريد أن تحاول أصلا، لا تريد أن تفكر، أن تسلم عقلك وتقول انتهيت، أنا انتهت حياتي. الهزيمة تبدأ من العقل. فإذا الآن نحن قررنا، مثلا أنت قررت تقول أنا أريد فعليا أن أتعلم، أنا فعليا أريد أن أرتقي بذهني، أريد فعليا أن أبني تقنيات جميلة. يمكن أن هذه التقنيات التي أبنيها، ربما لا أستطيع بناء تقنيات، لكن سأحاول. فكري الأساسي هو بناء بنية تحتية، فكري الأساسي أو وجهتي الأساسية بناء بنية تقنية تحتية. طبعا هذا البناء لن يأتي فجأة، ويعني فجأة تقول أتعلم أدرس الكتاب الفلاني سأستطيع خبير. لا، الغرور والتكبر والترفع هذا ليس يعني خلق حسن. فالطريقة التي ستسير بها هو أنك ستحاول ومهما حصل أنت تعرف أنك يجب دائما أن تتقدم. أنت بمسار صحيح، لكن لست مغرورا، لست متكبرا على الطريق. أنت دائما يمكنك خطوة نحو، أنت تعرف أن كل خطوة نحو الأمام تجعلك أقرب للهدف. وبالنهاية الهدف مرة أخرى، أو ربما مرة أولى، الهدف ليس شخصي. يعني عندما أنا أريد مثلا أن أتعلم وأتعلم هذا الموضوع بشكل فعلا بشكل حقيقي، وليس بشيء، وليس يعني أن أتصفحه، أريد تعلمه بشكل حقيقي، فأنا فعليا ليس فكرة أن هو أنا فقط، أنا تعلمت وأصبحت ذكية والموضوع ليس، أو أنا مثلا أخذت هذه المعلومات وقمت ببيعها للناس وأخذت المال. الموضوع ليس شخصي، الموضوع عام، الموضوع للجميع. يعني أنت اليوم مثلا تعلمت هذا الشيء في اللحظة المناسبة،
ستقوم بالعطاء لشخص آخر أو لمجموعة ما، وبهذا الشكل كلنا معا يمكن أن ننشئ هذه البنية التحتية التي أنا أخبركم عنها. حاليا لا يوجد سيستم معين، لا يوجد نظام معين، لا يوجد طريقة معينة أن نجتمع معا وأن نقوم بتوليد هذه الأمور. أنا قلت أن موضوع يعني مثلا الصين وروسيا وهذه الدول التي أنشأت أنظمتها، الحكومات وجهت الجهود الفردية لإنتاج مثل هذه الأمور. نحن ليس لدينا من يوجهنا الآن، فحاليا عليك أن تعمل لوحدك، عليك أن تفكر لوحدك، أن تعمل لوحدك، وأن يكون لديك الصبر. أنا أريد أن أرتقي بنفسي. مرة أخرى أنا أكرر نفسي دائما، أنا أقول يعني حتى منذ سنوات أقول أن الارتقاء والتغيير الحقيقي يأتي من عقل الفرد الواحد. فمجرد أن عقلك ارتقى جيد، يمكن أن تساعد بارتقاء عقل آخر، ارتقى العقل الآخر واحد واحد ثم واحد، ثم نصبح جماعة، ثم يصبح التغيير. مرة أخرى التغيير يبدأ بالفرد، لكن الهدف ليس شخصي، الهدف للجماعة. فإذا أردنا فعلا الخروج من الجهل الذي نعيش به، إذا أردنا فعلا الخروج من هذه الاستعباد التقني الذي نعيش به، فعليك أن تكون حرا الآن، أن تبدأ حريتك الآن، يعني أن تكون حرا مع نفسك، حرا مع عقلك. والحرية لا تأتي أن أريد أن أفعل كل شيء، الحرية تأتي مع التزامك بتعلمك، التزامك بهدفك، وأيضا حريتك بطرح الأفكار التي لديك، وحريتك أن أنا لدي هدف، أنا لدي هدف فعليا، أنا لست مقيد برؤى الآخرين. فإذا هنا تأتي الحرية. فبالتالي اليوم أنا أريد منك أن تحاول أن تتعلم الشيء، أن تحاول أن تفهمه، أن تفهم الأساسيات، لأنك إذا فهمت الأساسيات يمكنك أن تبني شيء. يعني مثلا إذا أردت أن تبني جسرا، فعليك أن تعرف أساسيات الفيزياء، كيف يتم التوازن، عليك أن تعرف كيف تتفاعل المواد الجسور التي تبنى بها الجسور مثلا مع المطر، مع المواد الكيميائية، مع مثل هذه الأمور البسيطة. عليك أن تعرف هذا وثم يمكنك بناء جسر. طبعا أنا لست خبيرة بالجسور، لكن أعطي مثال أن بناء أي شيء يحتاج معرفة بالأساسيات. طالما لديك معرفة بالأساسيات، طالما عقلك صافي يمكنك البناء. ربما الآن ليس هي لحظتك أن تبني، لكن ستأتي اللحظة. أذكرك الهدف الجهد فردي، لكن الهدف ليس فردي، الهدف جماعي. فبلحظة ما ستجتمع مع الآخرين الذين لديهم نفس العقل، نفس الفكر، نفس الهدف، يمكننا جميعا أن نبني شيء. حقيقة أنا أتمنى مثلا، هذه أمنية لدي، وأنا حرة بالتمني. للأسف نحن وصلنا لمرحلة أن حتى التمني أصبح شيء خارج، يعني خارج ماذا، غير مقبول. حتى أن نتمنى نقول اذهب ماذا تتمنى، لا يمكن حدوث ذلك. وهنا جاء الاستعباد العقلي لدينا، أن حتى لا يمكننا أن نتمنى. لكن فعليا أنا أتمنى أن يأتي يوم يمكننا فيه أن يكون لدينا نظامنا الخاص، نظام مثل ويندوز، مثل لينوكس، مثل أي نظام، يكون لدينا نظام خاص نحن نصدره للعالم، يكون لدينا تقنيات خاصة نحن نصدرها للعالم، ويكون الفكر التقني من هنا وليس من مكان آخر. رجاء أن نحن نتعلم من الآخرين، الحضارات تتعلم من بعضها. يعني نحن نتعلم من أمريكا مثلا ماذا أنتجت، نتعلم من روسيا ماذا أنتجت، نتعلم من الصين ماذا أنتجت، لكن بالنهاية يكون لديك الوقت أن تنتج أنت بنفسك. لا نريد أن نبقى بهذا الوضع. ومرة أخرى الآن يعني أنا أتكلم من مكان، يعني كما نقول، لا يوجد له قاعدة. يعني من أين أنا أتكلم؟ أنا أتكلم كلام في الهواء، لا يوجد قاعدة فعليا لدينا. لكن كما قلت نحن حرين، لدينا الحرية لأن نتبنى. فنحن نبدأ الموضوع بالتبني، نتمنى يكون لدينا حلم وجميعنا نعمل من أجله. فهذا الحلم لا يمكن أن يتحقق إذا كنت أنت مثلا تتعلم شيء ما وتتصفحه، لا يمكن. عليك أن تكون، إذا أعجبك شيء ما بالتقنيات، أعجبتك أي تقنية أو أعجبك أي مجال، لا تتصفحه، رجاء لا تتصفحه. لا تتذمر إذا شاهدت فيديو طويل حول الموضوع وتريد أن تتعلم بدقيقتين، رجاء
ابذل الجهد لذلك. لا يوجد مثلا، أنت يعني مع احترامي لك واحترامي لوقتك، يعني أنت مثلا تشاهد فيديوهات مختلفة، فيديوهات ترفيهية مختلفة بغض النظر عن نوع الترفيه، تشاهد فيديوهات ترفيهية مختلفة لمدة ساعة وساعتين وثلاث ساعات، ما المشكلة لو شاهدت فيديو مثلا مدته ساعة يعلمك شيء ما، حتى لو أخذ وقته المدرس بالتعلم. مثلا مثال، فيديوهاتي في القناة طويلة جدا، فما المشكلة لو أنت مثلا شاهدت فيديو طويل وتعلمت منه؟ حتى لو كان هذا الفيديو طويل، تريد، لا أنت تريد أن تتعلم بسرعة. إذا هنا يأتي الخطأ، هنا يأتي الخطأ بالموضوع، أن نريد كل شيء بسرعة، نريد أن نتعلم وأن ننغمس في هذه الحضارة المادية التي لدينا. جيد جدا، نحن نعمل حتى نعيش بكرامة إلى حد ما، لكن أيضا يجب أن يكون لديك هدف جانبي، هو أنني أريد بناء عقلي، أريد بناء ذاتي، أريد أن أتعلم فعليا، أريد أن أتعلم الأساسيات فعليا، وأريد أن أكون مساهم بالبنية التحتية المستقبلية التي سننشئها جميعا. أنا لا أعرف ما هي الآن، لا أعرف كيف ستكون هذه البنية التحتية، لا أعرف كيف سيتم بنائها، لا أعرف كيف سأكون مشارك بها، لكنني سأجهز نفسي لتلك اللحظة عندما يكون لدينا الفرصة جميعا أن نبني شيء. نريدك أن تكون معا، نريدك أن تقول نعم هذا أنا أعرف الموضوع الفلاني جيدا، أنا قرأته جيدا، أنا بذلت جهد فيه، أنا فهمته جيدا، أنا فهمت الأساسيات، أنا أعرف كيف يعمل، يمكنني مشاركة معلوماتي معكم. فحتى تصل لهذه المرحلة يجب أن تبدأ الآن. فأنا دائما أقول هذه الأمور، يعني هذا ليس موضوع جديد، لكن أنا أحببت أن أعيده مرة أخرى. ومن لا يعجبه مثل هذا الحديث، أنا أعرف أحيانا تحدث انتقادات، تقول ماذا يهمنا هذا الموضوع، ماذا يهمنا، نحن فقط نريد أن نتعلم تقنية فلانية، ماذا يهمنا أن نتعلم عن البناء، ماذا يهمنا أن نتعلم عن، لا نحتاج بنية تحتية، هذا كلام فلسفي وليس له معنى. جيد جدا، كلام فلسفي. الأشخاص الذين بنوا مثلا أمريكا تقنيا، أو بنوا روسيا تقنيا، أو بنوا الصين تقنيا، هل كانوا مثلك؟ بالتأكيد لا، لم يكونوا مثلك. كان لديهم حب فعليا أن يرتقوا بشعوبهم. فلماذا أنت فقدت هذا الحب؟ أنا أعرف يعني الوضع صعب الآن، أنا أعرف ذلك، أنا أعرف الإنسان أحيانا يكره نفسه عندما يرى الوجود ويرى الأشياء التي حوله ويرى وضعه في بلده ويرى أموره، يشعر باليأس. لكن دعونا لا نيأس، دعونا لا نيأس، دعونا نحاول مجددا، كلما نفشل نحاول مجددا ونستمر. أنتم يمكنكم ذلك، رجاء أعزائي يمكنكم ذلك، يمكنك أن تتعلم، يمكنك أن تتقن شيء ما، يمكنك ذلك، ويمكنك أن تحضر نفسك لإتقان هذا الشيء في المستقبل، أو عفوا لمشاركة خبرتك مع الآخرين في المستقبل، يمكنك أن تحضر نفسك، يمكنك أن تقوم به الآن. فإذا لا أريد أن أكثر أكثر، أتمنى أن أطيل أكثر، أتمنى أن الفكرة وصلت، وأتمنى أنكم الآن شعرتم أن يمكنكم أن تساهموا في ثورة المستقبل. ثورة المستقبل لا تأتي فجأة، الثورة التقنية أو أي ثورة لا تأتي فجأة، فجأة نقول نريد أن نقوم بثورة، لا لا، لا تأتي هكذا، عليك أن تحضر لها، عليك أن ترتقي بفكرك حتى تصل لتلك المرحلة، فحتى تشارك في التقنيات القادمة التي سننشئها معا إن شاء الله، والتي أنا يعني أؤمن إذا استمر كل شخص الآن استمر التعلم، استمر بإتقان الأمور، استمر بالإخلاص بالتعلم، سنصل لتلك المرحلة. فكلنا يمكننا أن نشارك بها في المستقبل، والتحضير يبدأ الآن. فرجاء الآن تعلم بإخلاص، تعلم بإتقان، أنت جزء من الحضارة القادمة، أنت جزء من التقنيات الحديثة القادمة، أنت لست مستهلك للتقنيات، أنت باني للتقنيات، أنت مصدر للتقنيات وليس مستورد للتقنيات. حتى لو كنت وحيدا يمكنك البناء، يمكنك الاستمرار، ستفشل، ستحاول مجددا. هذا هو الطريق، هذا هو السيستم الذي سنتبعه، هذا هو النظام. فإذا أعزائي أكتفي لهذه اللحظة ونلتقي لاحقا، مع السلامة.